أهلا وسهلا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو سأقوم بتوضيح وتفصيل موضوعات الأسبوع الثاني لمادة اللغة والأدب، لذلك عزيزي الطالب لابد من ذكر الأهداف المرجو تحقيقها في هذا الفيديو. الأهداف يا عزيزي الطالب: ذكر محتويات دروس الأسبوع الثاني والتفصيل في هذه المحتويات والمهام المطلوبة منكم. بداية عزيزي الطالب، نبدأ بنص القراءة، وكما ذكرت سابقا نص القراءة هو مقالة بعنوان ثورة التكنولوجيا والتعليم. في هذا النص عزيزي الطالب علينا أن نقرأ قراءة جهرية معبرة. كيف نقرأ قراءة جهرية معبرة؟ من خلال أن تكون قراءتنا خالية من الأخطاء، أن نراعي التنغيم الصوتي أثناء القراءة، أن نراعي علامات الترقيم وعلامات الوقف، وأن نقرأ في مدة زمنية محددة. إذا عزيزي الطالب، في نهاية هذه الحصة سنقوم بتقييم مهارة القراءة من خلال هذه الأمور التي ذكرتها. أيضا عزيزي الطالب سنقوم بشرح وتفصيل نص القراءة وذكر إيجابيات وسلبيات الإنترنت، وذكر أيضا أثر التكنولوجيا على قطاع التعليم، وكيف يمكننا استخدام التكنولوجيا استخداما صحيحا داخل الحصص الصفية وأيضا في حياتنا العملية. عزيزي الطالب، وبعد الانتهاء من قراءة نص ثورة التكنولوجيا والتعليم وشرح وتفصيل المعاني الواردة في هذا الدرس، ننتقل عزيزي الطالب لإجراء الاختبار التشخيصي. والاختبار التشخيصي يا عزيزي هو اختبار يقيس مهاراتك في اللغة العربية ويبين نقاط القوة ونقاط الضعف عند الطلبة. لذلك عزيزي الطالب، بعد الانتهاء من الاختبار التشخيصي علينا أن نركز على نقاط الضعف عند الطلبة، وعلينا أيضا أن نعزز نقاط القوة عند الطلبة. فعليك يا عزيزي الطالب أن تتعاون مع المعلمة للوصول إلى أعلى الدرجات، لتستطيع عزيزي الطالب فهم مهارات وإتقان مهارات اللغة العربية جيدا. ثم ننتقل بعد ذلك عزيزي الطالب للإجابة عن أسئلة المعجم والدلالة الخاصة والتابعة لمقالة ثورة التكنولوجيا والتعليم. في هذا الدرس عزيزي الطالب سنقوم بمعرفة مرادف الكلمات، سنقوم بمعرفة الضاد الكلمات، وسنقوم بوضع بعض المفردات في جمل من إنشائك. وفي نهاية هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنقوم بتعزيز المهارات التي غطيت في هذا الأسبوع من خلال الأنشطة التفاعلية، والتي سوف تجدها على منصة المدرسة، والتي سنقوم بها داخل الغرف الصفية لتعزيز وتقوية المهارات التي يجب أن تكتسبها في هذه الوحدة. ولابد أن تكون في نهاية هذا الأسبوع أن تكون طالباً متأملاً متسائلاً ومتواصلاً ومنفتحاً عزيزي الطالب. إلى هنا أكون قد انتهيت من درسنا لهذا الأسبوع. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي وأعزائي الطلبة.